وقع حادث احتجاز راهي في كنيسة ببلدة سان إتيان التابعة لمدينة روان شمال فرنسا يوم الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى بمن فيهم المحتجزان. بعد ذلك أعلن تنظيم المتطرف مسؤولية عن الحادث. هذا وسارع قسم مكافحة الإرهاب التابعة للنيابة الفرنسية إلى إجراء تحقيق بالحادث فيما تم تأكيد هوية أحد المحتجزين الذي كان قد اتهم مرتين بمحاولة توجه إلى سوريا للمشاركة في الجهاد. قال المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولينز يوم الثلاثاء إن أحد منفذي الهجوم يدعى عادل كراميش، وهو مواطن محلي من بلدة سان إيتان القريبة من مدينة روان بشمال فرنسا، ويبلغ من العمر 19 عاما، وكان قد اعتقل مرتين في مارس ومايو من العام الماضي، حيث حاول التوجه إلى سوريا للمشاركة في الجهاد. هذا وذكر مولينز أن المهاجم الآخر لم تتأكد هويته بعد. علاوة على ذلك، وجدت الشرطة 3 سكاكين وبعض العبوات الناسفة التي تعود للمنفذين. في مايو من العام الماضي واعتقل عادل كرميش عندما كان يحاول مغادرة البلاد، وتم احتجازه لعدة أشهر، ومنذ ذلك اليوم خضع لرقابة قضائية من خلال وضع جهاز إلكتروني حول معصمه. قال زميل عادل لوسائل الإعلام إنه علم أن عادل هو من نفذ الهجوم عندما سمع هذا الخبر، مضيفا أن عادل كراميش كان طبيعيا لكنه كان مشغولا في أيديولوجية متطرفة، وكان يحرض أصدقائه على الانضمام إليه في اتباع العنف، وذلك بعد وقوع الهجوم الإرهابي على مجلة تشارلي إبدو في يناير العام الماضي. هذا وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في خطاب متلفز يوم الثلاثاء إن الإرهابيين أعد فرنسا، لكن فرنسا ستنتصر في نهاية المطاف. نحن مصممون على الانتصار في هذه الحرب. في الوقت نفسه أريد أن أقول لكم الحقيقة، وهي أن هذه الحرب ستستمر لفترة طويلة ويستهدف الأعداء ديمقراطيتنا، لكن الديمقراطية ستكون درعاننا والوحدة ستعطينا قوة. لذلك ينبغي أن يتحد جميع الفرنسيين، وهذا هو سلاح سحري لمقاومة الكراهية والتعصب في الحرب، وأعدكم بأننا سننتصر.